السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة فيه افكار كتير جدا جديدة وهتعجبكم. صلوا كده على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، واوعوا تنسوا تقولوا لي بتشاهدوني من اي بلد، طبعا شيء بيسعدني جدا. وتعالوا بقى نشوف اول فكرة معانا ايه هي عشان ما اطولش عليكم. كلنا طبعا بيكون عندنا علب التونة اللي هي بتكون بالشكل ده، هنغسلها كده كويس جدا وهنجيب كوباية، وبعدين هنحط علبة التونة مش عليها كده من قدام من وشها، لا هنحطها من على ظهرها بالشكل ده. احنا حطيت الكوباية او انا حطيت الكوباية علشان خاطر انا هدق دلوقتي عليها، فمش عايزة اي حاجة تبقى تحت الكوباية علشان ما تتخرمش مني او عشان المسمار ما يبوظهاش. هبتدي ان انا اجيب اي مسمار يكون عندي واي شاكوش او بنسة، وابتدي ان انا ادقدق في علبة التونة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا قلت لكم ان انا حطيت الكوباية علشان خاطر اي دقدقه ما تبوظش الحاجه اللي تحت منها. لو عندك مثلا علبه او عندك اي حاجه غويطه على مقاس علبه التونه بتعمليها. طبعا انا دقدقتها كلها بالشكل ده او خرمتها كلها بالشكل ده، وده شكلها في النهايه زي ما انتم شايفين ده شكلها. طبعا كلكم عرفتوا ده انا دلوقتي عملت ايه، شكلها واضح جدا وباين، وطبعا كلنا عارفين ان ده بيكون شكل المبشره. هنعمل كده مبشرة من علبة التونة بكل سهولة. في ناس كتير جدا هتقولي طب ما احنا عندنا المبشرة، ايه لازمة التعب ده كله؟ هقولك يا ست الكل، انا محتوايا ان انا اقولك البدايل، وطبعا ممكن الفكرة دي تفيد اي حد ممكن يكون مثلا في مصيف او في مكان غير مكانه، مش عنده مبشرة وحابب ان هو يتصرف، مثلا حابب ان هو يعمل جزر خيار اي حاجة، فده هيكون بديل المبشرة بكل سهولة، وتنفع طبعا اخواتنا في فلسطين طبعا بيكونوا موجودين في الشارع مش عندهم اي امكانيات، دي برضو فكرة حلوة جدا ليهم. وطبعا كلنا ندعي لهم ان ربنا ينصرهم في اقرب وقت باذن الله. تعالوا كده مع بعض على تاني فكرة معانا. زي ما انتوا شايفين كده الفكرة دي بجد حلوة جدا، هتنفع كتير جدا في المواقف الصعبة اللي بتكون زي كده. وطبعا البشر الجزر بقى معايا جاهز، حلو جدا جدا كأنك عملتيه بالمبشرة بالظبط. يلا بينا بقى على الفكرة اللي بعد كده. هاتي بقى اي صورة ليكي او لأولادك او ليكوا انتوا الاتنين، وتعالي هقولك على فكرة بجد تحفة جدا. هتجيبي كده اي غطا برطمان يكون عندك، وهتبدأي ان انت تقصيه بالشكل ده. هتحطي كده الغطا على الصورة وتبدأي ان انت تقصي الصورة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنعمل يعني شكل غطا البرطمان بالظبط على شكل الصورة. طبعا انا جايبة اي صورة من عندي، انت بقى هاتي صورة ليكي او لأولادك او ليكي مثلا انت وزوجك واولادك متجمعين كلكم كده في صورة. حاولي ان انت كده تعمليها على شكل البرطمان، وتجيبي كمان كرتونة وتبدأي ان انت تقصي الكرتونة على قد الصورة بالشكل ده كده. هبتدي ان انا بقى اقص كل الكرتونة اللي انا عملتها دي على شكل الصورة بالشكل ده بالظبط كده. صلي كده على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وتعالي نشوف بقى فكرتنا ايه هي. قصيت كده الكرتونه كمان على شكل الصوره بالشكل ده كده، بقت جاهزه معايا. تعالوا بقى اقول لكم هنعمل ايه. بقت الكرتونه مقاس الصوره، انا مش هحط الكرتونه اللي معايا دي على طول، انا الاول كده هحط كام كرتونه من اللي انا قطعتهم ومش محتاجاهم، هحط بس شويه شمع او اي ماده عندك بتلزق، ممكن دبل فيس برضو ينفع. هتبدأي ان انت بقى تلزقي كده شوية كراتين معاكي لحد ما تملي الفراغ بتاع غطا البرطمان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هحط كده كام كرتونة لحد ما املى الفراغ اللي جوه في البرطمان، وكل طبعا ما احط كرتونة هحط اي مادة عندي بتلزق بالشكل ده كده. هحط شمع وابتدي ان انا احط برضو شوية كراتين، وبعد كده اما لقيت بقى خلاص كده الفراغ اتملى هبتدي ان انا احط شوية شمع كمان بالشكل ده، وهبتدي بقى ان انا الزق الكرتونه اللي هي الاساسيه اللي انا عملتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد ما الزق الكرتونه دي هبتدي ان انا برضو احط عليها شويه شمع كمان، وهلزق عليها الصوره اللي انا قصتها طبعا في اول الفكره بالشكل ده كده، وهلزق بقى عليها الصوره بتاعتي بالظبط كده. بيكون شكلها شيك جدا جدا يا بنات، وشكلها حلو قوي، جربيها كده هتعجبك جدا. هبتدي بقى ان انا احط ورا غطا البرطمان. هتجيبي بقى اي مغناطيس يكون عندك وتبداي ان انت تحطيه على غطا البرطمان بالشكل ده كده، وهتبتدي بقى ان انت تلزقيها على التلاجة. بيبقى شكلها شيك جدا جدا يا بنات والله. ولو انت بقى الصورة بتاعتك او بتاعت اولادك بتكون شكلها حلو قوي، اعتمدي الطريقة دي بجد حلوة جدا وهتعجبك.
تعالوا بقى مع بعض في الفكرة اللي بعد كده. هاتي قصافة كده وكمان مفاتيح، تعالي هنعمل بيهم فكرة حلوة جدا. هتجيبي كده المفاتيح بتاعتك، لو انت بقى حابة ان انت تدخلي فيها كم مفتاح كده فدي اسهل واحسن طريقة علشان تقدري تفتحي بيها الحلقة بتاعت المفاتيح بالشكل ده. زي ما انت شايفة كده فتحتها وبدأت ان انا ادخل بقى المفتاح فيها. طبعا بتدخلي المفتاح وبعدين بتشيليها من الحلقة بتاعت المفاتيح خالص بالشكل ده كده، المفتاح بيدخل معاكي بكل سهولة. ابسط طريقة للمشكلة دي، بجد فكرة حلوة قوي وهتعجبك. تعالوا بقى مع بعض في الفكرة اللي بعد كده. لو انت عندك التفاح وحابة ان انت تقطعيه، ما تقطعهوش كده بالسكينة على طول، هاتي كده المقورة اللي احنا بنقور بيها البتنجان والكوسة المحشي يعني، هتجيبيها وتبدأ ان انت تقوريها من مطرح البذر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بيطلع معاكي بقى البذر كله بكل سهولة. بتبدأ ان انت تجيبي بقى السكينة وتقطعيها، بتتقطع معاكي بيكون شكلها حلقات كده، ومن النص طبعا بيبقى متشال منها اي بذر زي ما انت شايفة كده. بجد الفكرة دي حلوة جدا، انا بعتمدها على طول لما بيكون عندي التفاح، بعمل الطريقة دي بتكون حلوة جدا، وكمان اطفالي بيحبوها بيبقى شكلها حلو قوي. جربيها بجد تحفة. تعالوا مع بعض بقى في الفكرة اللي بعد كده. الفكرة دي حلوة جدا جدا يا بنات، وبجد هتنفعك كتير جدا في مطبخك. هتجيبي كده البنسة بتاعت الشعر العادية خالص بتاعتنا، وتبدأ ان انت تفتحيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بالظبط كده. وبعد ما بتفرديها بالشكل ده هتجيبي كده البنسة، تاخديها بقى كده من فوق تعمليها على شكل حرف ال او اللام من فوق من هنا كده، وتبدأ ان انت تتنيها كده تانية، وبعد كده تلفيها تاني بالشكل ده. طبعا هوريكي دلوقتي هتعملي فيها ايه بالظبط كده برضو. تمام جدا كده. الناحية التانية برضو هتعمليها بنفس الشكل، هنبتدي ان احنا نلفها برضو ونتنيها لتحت بالشكل ده كده. بقت جاهزة معايا. تعالي بقى اقولك يا ست الكل، حتة البنسة الصغيرة دي ليها استخدام حلو جدا، ومش استخدام واحد، كذا استخدام، وهقولك بقى هنعمل بيها ايه. الفكرة دي بجد حلوة جدا جدا، اعتمديها تحفة بجد. هتيجي كده عند الطقم بتاع التوابل اللي عندك، هوريكي طبعا انا شلت واحدة علشان اوريكي شكلها بيكون من جوه عامل ازاي. هتبدأ ان انت ترفعيها بالشكل ده كده، وهتبدأ ان انت تحطي البنسة فيها بالشكل ده. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ تعالي اقولك بقى استخدامات الحاجة البسيطة دي ايه. زي ما انتوا شايفين كده شكلها بيكون بالشكل ده كده بالظبط. تعالي اقولك بقى ممكن نستخدمها في ايه. هتجيبي كده المساكة بتاعت المطبخ وتبدأ ان انت تعلقيها فيها بالشكل ده. ممكن كمان تجيبي المغرفة وتعلقيها فيها بالشكل ده. طبعا مش بنحط بنسة واحدة بس، بنحط كذا بنسة كده جنب بعض، وممكن تعلقي فيها بقى كل الحاجات. انا طبعا خلصت الفيديو وعملت كذا بنسة بنفس الطريقة، وحطيت فيها حاجات كتير جدا كانت بتبقى مدربكة كده عندي المطبخ، ملهاش اي لازمة ان انا احطها جوه الدرج، طلعتها وبدأت ان انا احطها على البنسة بالشكل ده. ممكن كمان تعلقي فيها الكوبايات، ممكن كمان تعلقي فيها الفوطه بتاعت المطبخ بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، الفوطه اللي هي اللي انت حابه بقى ان انت تمسحي فيها ايدك، بتعلقيها بالشكل ده كده، واي ميه بقى في المطبخ او اي حاجه حابه ان انت تمسحي ايدك فيها بتمسحيها بكل سهوله. تعالي بقى نشوف مع بعض الفكره اللي بعد كده. لو عندك اي علبه شاور خلصت وبيكون الغطا بتاعها بالشكل ده، اوعي بقى ترميه. تعالي هقول لك ازاي نستفاد منه بفكره حلوه جدا، على طول بعتمدها، ومستحيل ارمي الغطا بتاع الشاور ده خالص، بيبقى موجود عندي حتى لو مش ليه استخدام دلوقتي باخده وبعينه في الدرج، بيكون ليه كذا استخدام، وطبعا عملت لكم ليه كذا استخدام قبل كده في الفيديوهات اللي قبل كده. بتقدري ان انت تحطيه فوق العلبه بتاعت صابون المواعين بالشكل ده وبتقفليها زي ما انت شايفه كده، بتتقفل معاكي بكل سهوله، وده بيكون بقى حل حلو جدا عشان تقدري تتحكمي في كميه صابون المواعين اللي انت حابه ان انت تستخدميها بالشكل ده كده. طبعا الاول بيجر الصابون الاول، الصابون بتاع المواعين، وبتنزلي بقى الكمية اللي انت عايزاها في الطبق اللي انت هتغسلي تحطي فيه مية. طبعا بنزود الصابون ده مية وبعدين بنغسل بيه بقى المواعين بتاعنا، بيكون حلو جدا وموفر جدا، جربيها. تعالوا مع بعض في الفكرة اللي بعد كده. لو انت عندك خرطوم مثلا بترش بيه الزرع اللي قدام البيت، او مثلا عاملة زرع في البلكونة، او حابة ان انت مثلا تنظفي بالخرطوم ده اي حاجة، وحابة ان انت تثبتيه على الجردل بتاع المية بالشكل ده، ما بيثبتش معاكي. تعالي هقولك ازاي تثبتيه بكل سهولة بفكرة بسيطة جدا جدا وسهلة. هتجيبي كده اي قطعة من الحديد تكون عندك، سيخ كده من الحديد، وتبدأ ان انت تدخليه جوه الخرطوم بالشكل ده
بتدخلي جوه الخرطوم بالشكل ده، وبتبدأي بقى ان انتي تتنيه على حسب بقى التانية اللي انتي حابة، ده تانية صغيرة زي كده، تانية اكبر، التانية اللي انتي حابة انها تدخل جوه الجردل بتاع المية، بتنيه بقى بالشكل ده كده. انا حبيت ان انا اتنيه تانية اكبر بقى معايا بالشكل ده كده، وبتفتحي بقى المية، بيدانه ثابت جدا على الجردل ومستحيل ينزل او يقع منك زي ما انتوا شايفين كده. انا بقى هفتح المية دلوقتي واوريكي ان الخرطوم بيدانه ماسك في الجردل مهما كان المية شديدة او قليلة، عادي خالص مفيش اي مشكلة، بيدانه ثابت جدا على الجردل بالشكل ده. جربي الفكرة دي بجد حلوة قوي وانا بعتمدها على طول. تعالوا مع بعض في الفكرة اللي بعد كده. لو انت عندك كده كيسة وفيها حاطه فيها حاجات كتير وما انتش عارفة تربطيها، تعالي هقولك على اسهل ربطة تقدري ان انت تربطي بيها كيسة دي بكل سهولة، ومن غير بقى ما تدنك تتكي كده او تنزلي الهدوم لتحت. هتبدأي ان انت تمسكي الكيسة بصبعينك بالشكل ده وتدخلي كده اول مرة، وكمان تاني مرة بتلفيها كده وتدخلي برضو بنفس الطريقة تاني مرة. طبعا انا مش مجرية الفيديو، واضح جدا جدا طبعا في الفيديو. وبكده الكيسة اتقفلت معاكي بكل سهولة، وبكده افكاري تكون خلصت. بتمنى تكوني استفدتي ان شاء الله لو بفكرة واحدة بس. ومع السلامة.